السلام عليكم حبايبي، مستمرين ان شاء الله بدعم الثوار والخبز. وهاي محمد ان شاء الله ما قصرت بتخبز للثوار ومن الايتام، بارك الله بيها. ام محمد شو تقول ان بعد الحظر ترجع الثوره ان شاء الله؟ طبعا احنا ننتظرهم، لازم يجون. ثوره مستمره، لا ما نتراجع. لحين اخذ حق دم الشهداء، يمكن يوم الشهيد منعوه. انت يمكن صح ما موجوده هنا وياني، احنا موجودين بمكانه، يعني هاي هم يذلنا دم طاهر ووطننا هم. يعني احسنت، بارك الله بك. وقلت لكم راجعين بعد الحظر. ترجع الثوره ان شاء الله.